لاحظ الجماهير المتواجدة في صالة أوتا وهي تتابع نهائيات الحزام الأسود. أيضا في نفس الأثناء مشاهد الكرام نزال الإماراتي بين محمد الحمادي من نادي الظفرة ومحمد المنهالي من فريق أي اف ان تي، تعادل في النقاط. عامل المجاهد أدت مباراة رائعة في نصف النهائي أمام اللاعبة دي سوزا، نقطتان لأمل دوكلاس، أقصت اللاعبة بايز بالإخضاع. نقطتان لأمل مجاهد، هوب دوغلاس لا شيء، فقط أفضلية. محاولة خط الجارد من أمل مجاهد خطيرة جدا لأمل. حركة جميلة من هوب تحصل على نقطتين وتتقدم بفارق أفضلية على أمل مجاهد، تباغت أمل وتحصل على حركة السويب. محاولة لتخطي الجارد من هوب دوغلاس. نزالات الجوجوتسو. ثلاث درجات أفضلية لدوغلاس توسع الفارق في الأفضليات، وبالنسبة لهذا النوع من النزالات الأفضليات تعتبر نقاط أقل عن دقيقتين على نهاية النزال.
39 ثانية. ما زالت أمل تحاول تخطي الجارد، خطيرة جدا. أثناء محاولتها لتخطي الجارد تسعى هوب أن تحصل على إما السويب أو الإخضاع. 20 ثانية نهائي وزن تحت 62 كيلوغرام للسيدات. 15 ثانية. ثمان ثواني. نهائي شيق لهوب دوغلاس أمام أمل مجاهد. محاولة للإخضاع في الثواني الأخيرة وينتهي الوقت لصالح هوب دوغلاس.